عملنا برنامج بين الاتحاد العام للعمال الجزائريين وبين وزارة الصحة ومختلف مصالحها عبر القطر الوطني، والآن رانا تجسيد تاعو ميدانيا. عايننا انطلاق العملية من خلال المركزية النقابية كرمز على مستوى ولاية الوسط، وبعدها تلقنا إلى الشرق الجزائري من ولاية عنابة وسكيكدا. عايننا في الميدانيا تجسيد هذا البرنامج ميدانيا، واليوم رانا من خلال ولاية وهران نشرف على هذه العملية. الهدف منها أولا كيف نخلق إنيميتي كوليكتيف